ناشدت عبر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي والدة هاني الخرمي في البحث عن ولدها المفقود منذ 19 من شهر رمضان الماضي في منطقة جازان، وأكدت عدم معاناة ولدها من أي أعراض صحية. لأخذ تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ محمد خرمي، وهو الشقيق الأكبر للمفقود هاني. محمد، حياك الله معنا في أهلا. أسأل الله أن يعيد هاني بالسلامة. وش التفاصيل؟ الله يسعدك يا أستاذ مفرح. أول شيء مساء الخير أستاذ مفرح، ومساء الخير على جميع المشاهدين، وشكرا لك على استضافتك لي عبر برنامجك المميز. أول شيء، القصة هي كما يعرفه الجميع، كما شاهدوا في مقطع مناشدة أمي وكما شاهدوا عبر صحيفة سبق. أولا خرج هاني كالعادة، يعني الله يسلمك، فطمنا يوم 19 من رمضان مع بعض، وخرج من البيت على الساعة 7:30 مساء. راح يشتري بعض الأغراض لأمي، وكما تعرفون أن أمي الله يحفظها هي تعبانة، عندها الضغط وأيضا عندها السكر، وتأكل أشياء محدودة يعني من الفواكه والفروات والشيء اللي يعجبها. الشيء يعني جات الوالدة وخبرتني، جات إلى بيته وخبرتني أنه هاني جواله مقفل واختفى تماما ولم يرجع إلى البيت، يعني إلى منتصف الليل، يعني صباح يوم 20 من رمضان. وذهبنا إلى الجهات المعنية وأبلغنا عن هاني، وعمموا عليه في جميع أقسام والأمنية في المملكة. وإلى الآن لم يعثر عليه. رحنا أنا وأخي يعني نبحث عنه، وناس من المتطوعين أيضا جزاهم الله خير يعني في مخطط القرية اللي احنا عايشين فيه، وجدنا سيارته موجودة ممكن تبعد على البيت أكثر من نصف كيلو 500 متر، ووجدنا كل أغراضه موجودة في السيارة بما فيها أمواله وبطائقه الشخصية وبطائق وبطائقه الشخصية. طيب، وبعدها حاولنا نتصل معه او نتواصل عبر جواله، جواله مقفل يعني بعد 7:30 كما ظهر لي في ظهوره في الواتساب. على الساعه 7:45 دقيقه يعني انقطعت جميع وسائل الاتصال مع هاني. وهاني ايضا هاني بار امي وابي، وما شاء الله عليه اخلاقه عالية يا أستاذ مفرح، ومحبة للناس، والجميع يشهد له بالشيء هذا. الله يعيده لكم سالم بإذن الله تعالى. بس أنبه بس المشاهدين والمشاهدات إلى أنه عرضنا على الشاشة قبل شوي، ونعرض الآن صورة هاني خرمي وهو المفقود. صورته بتكون معروضة أمامكم لمن يتعرف عليه، لمن يجده، لمن يعرف أي أخبار عنه يبلغ أهله. محمد، يعني من 19 رمضان إلين اليوم ما جاكم أي خبر عنه، سواء من أشخاص شافوه في مكان معين، يعني أي تواصل بأي طريقة صارت إلى الآن؟ والله بما يعتبر أنه أنا شقيقه الأكبر، يعني أنا لاحظت الأسبوع الماضي يوم السبت أنه في شخص مجهول الهوية دخل على حساباته في التواصل الاجتماعي وغير جميع أرقامه السرية وربطها برقم جواله. يعني الأسبوع الماضي جواله كان مفتوح، وظهوره أيضا في برنامج الإيمو، وظهوره في برنامج الواتساب. لحظة محمد، إذا تسمح لي بعد إذنك، الحين هو جواله كان مفتوح ولا مغلق؟ لا، وقت ما اختفى جواله كان مغلق. طيب، مغلق. والأسبوع الماضي أنا لاحظت عليه، بما أني أنا أخوه الأكبر وأنا الشخص الذي عملت له الإيميل قديما، أنا وأعرف رقمه السري. وبعد اختفائه استعدت جميع حساباتي في التواصل الاجتماعي لعل وعسى نصل لطرف خيط يدلنا على اختفاء قضيه هاني. حلو. ومجرد اللي انا لاحظت الشيء هذا، يعني في شخص دخل على جميع حساباته وغير جميع ارقامه السريه وربطها برقم الهاتف. انا حاولت اني استرجع حسابه على الانستغرام والواتساب والسناب شات، ما قدرت استرجعه على ايميله، يعني على طول ربطه برقم جواله. وهذا شيء يدل
انه الجوال مع شخص غير هاني ويستخدمه. ايضا راسلته في برنامج في تطبيق على الانستغرام إيه؟ وشخص رد علي يعني وقال انا شخص في احد اعطاني ايميل هاني ورقمه إيه؟ السري وبحثنا في جميع لا رد عليك رد عليك ايش قال لك يا محمد؟ الان انا اقراها لك دقيقه إيه؟ بالتفصيل دقيقه الله يحفظك تفضل محمد معليش اذا تسمح لي يا ليت تطمنا على صحه الوالده كيفها اليوم؟ الوالده هي جنبي راح تكلم خليني اعطيك التفصيل وبعدها تفضل تاخذ راحتك مع امي تفضل. هذا الشخص اللي رد علي يقول انا مهاني واحد اعطاني ايميل ورقمه السري وقال لي شوف اذا تقدر نحدد المكان وبس والله ما لقيت شيء انت اخوه قصده مني انا يقول دخلنا كل حساباته بس ما فيها شيء انت شكلك اعطيت كثير ايميله واشوف كثير داخلين على ايميله من الرياض وجده. الرساله هذه جتني بعد ما الشخص غير رقم السري حق الحساب اي طيب قول له انت مين طيب وربطه برقم جواله طيب انت مين طيب يلي جالس ترد علي مين هو؟ ايوه اي انا رديت انا حاولت اني اتواصل معاه وحاولت اتواصل معاه بس ما رد علي هذا الكلام متى حدث يا محمد؟ هذا الاسبوع الماضي يوم الاثنين بلغت الجهات الامنيه بالتفاصيل هذه؟ تماما انه اي جديد او مستجدات عن هاني نعطيهم اول باول يعني تماما يعني هذا الشيء وانا حاب اني من اقرب برنامج اني اوجه يعني رساله شكر لاحد رجال الامن اوجه يعني تحياتي وشكري للعميد ابراهيم الحكمي الذي وقف معنا وقفه انسانيه في استقباله لنا وتعاونه معنا واهتمامه الشخصي في قضيه هاني بغض النظر عن منصبه والعميد هذا هو من شرطه جيزان في المديريه الله يحفظه يستاهل طيب محمد يعني لو احد يسمعنا الان من المشاهدين والمشاهدات وجات عنده اي معلومات كيف ممكن يتواصل معكم علشان يبلغكم وش الرقم اللي ممكن يتواصل عن طريقه هذا رقمي الان موجود عندكم يعني اذا كنت تقدر تعرضه على الشاشه او انا اعيده للمشاهدين طيب محمد انا ودي بس تبقى معي على الهاتف بنعرض الرقم وبنسمعه منك بس بنعرض فيديو مناشده الوالده بعد اذنك واذنها وارجع اتكلم معك خلونا نشوف الفيديو شباب عليكم ورحمه الله وبركاته انا ام هاني خرمي المحبوب خرج يوم 19 رمضان ولم يعد انا ناشده الملك سلمان ومحمد بن سلمة كله أناشد الحكومة كله يجيب لي أبني لما التقى بلغنا جهة بعريش الشرطة بلغنا جهة الحكومة والمباحث وكلها ولم يعد أبني ولم نجد عنه طرف له شهر ونص اليوم أنا ناشد الحكومة تجيب لي أبني ترد لي والملك اللي ما يفعل إلا الخير أبونا كله احنا راشد يجيب لي ابني الا ما قدرت وديني ما اقدر ودخلت اكثر من مره المستشفى وانا خبيثه واخر مره غدت في حاله حرجه ولم يرد لي ابني انا راشد الملك يرد لي ابني ويجيبوا لي لا قلبي عنه ما ادري فيا ما ادري فيا وطنه واخوته هذا الفيديو لإمهاني خرمي الله يرجعه بألف سلامة وتتحول هالدموع لدموع فرح يا رب بس أبذكركم برقم الجوال اللي منشور 0537636806 مرة ثانية 0537636806 محمد معك الله يحفظك هذا الرقم معك باستمرار أيوة هذا رقم شخصي معي باستمرار أنا قلت الرقم صح ولا في أي غلط في الأرقام لا ما قصرت والرقم طيب. صحيح الله يسلمك ممكن نسمع صوت الوالده اذا تقدر تكلمنا؟ لا اسمع كلامها تفضل استاذ مفرع خذ امي معك ام هاني مساك الله بالخير مساك الله بالرضا والنور الله يرجع لك هاني بالسلامه يا رب ونحتفل كلنا بعودته امين الله يما كني تعبان الحمد لله انا ناشده الملك سلمان يرد لي ابني يبقى البحث عنه ومحمد بن سلمى البحث عن ابني
ويكتبون البحث على ابني والدنيا. انا تعبان يا امك بعد ابني، انا بعد ابني ضعت، انا ضعت بعد هاني، هاني ورميته، هاني ما ربي، وهاني شال ابن امه وحط قبره، فانا اللي هو يمك يلبس اقول لك انها غير عندنا. والله دموعك غالية يوم هاني، وهاني أخونا كلنا، وإن شاء الله إنه بيرجع بإذن الله تعالى. والله أبني ساعد الواحد واحد واحد، النظام ما يعاني من أي أمراض ولا يعاني من أي حاجة، خرج بروح الأجهزة قال لكم شيء يوم هاني قبل ما يطلع من البيت؟ اتكلم معكم، صار أي كلام مثلا معين ممكن يساعد؟ لا والله قبل ما أبني أموال صلاة صلاة الظهر نباني راقدة، قال هي ما بقضى كسيس، ورحنا أنا كساني واشترى له كسر العي حطتها مع شرح لها براحة عند بيوم زالي توكل ما ترجع. ان شاء الله انه يرجع، ان شاء الله باذن الله انه يرجع، وباذن اللي ما تنام عينه اتصالنا الجاي معك واحنا نحتفل بعودته. قولي ان شاء الله، قولي يا رب. امين امين، الله يجزيك خير يا رب. قول يا رب. وقبل ما اقفل معك المساحه لك، الكلمه لك، قولي اللي في خاطرك. وش الرساله اللي حابه تقولينها؟ انا راشد الملك سلمان بالبحث على ابني، وراشد محمد بن سلمان بالبحث على ابني، وراشد الامي بالبحث على ابني، امير منطقه جيزان يكثفون البحث على ابني. والله هذا نادم اللي في جيزان اللي قال محمد ابني اللي ما قصر استقبلنا استقبال فن، لكن محمد ابراهيم حكي ما قصر معنا. ان شاء الله ان شاء الله انه يرجع. ام هاني ابى اطمنك، الفيديو تبعك وصل لكل الناس، والناس في تويتر وفي كل مكان يكتبون، واحنا اليوم على الشاشه مطلعين صوره هاني وحاطين رقم محمد. انا لو وصل الملك انا هلقابني باذن الله، ان كل شيء يوصل وان هاني يرجع لك باذن الله تعالى. لك الله ان احسن عيالي، لك الله ان بار ربي يضربني بلا سكه، يراجع بالمستشفى، كل شيء هاني، كل شيء هاني في البيت هذا. اخوات اللي وجاي داويه واللي بخير يطالعوا له، كل شيء شاله. ان شاء الله يرجع لك. ابغى مساعدك يا امك هاني. ابد انا 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 وكل اللي جالسين يسمعونك كلنا معك، ترى كلنا عيالك، وهاني اخونا كلنا، وباذن الله انه يرجع. الله يمك ينور طريقك. امين ينور. امين، ويرجع لك هاني بالف سلامه، وينور بيتك بوجوده دائما وابدا، ويحفظ لك كل عيالك يا رب. تسمحي لي اكلم محمد بعد اذنك؟ شكرا لك سيدي، شكرا لك. الشكر لله ام هاني، الله يرجع لك بالسلامه. الحمد لله. محمد بس اخيرا، هاني كم عمره الان؟ هاني عمره 27 28 سنه هاني. طيب احنا 28. طيب صوتك وصل وصوت ام هاني وصل، وانا مثل ما اعطيتها مساحه اخيره اعطيك مساحه اخيره، وش تحب تقول فيها قبل ما اقفل معك؟ انا 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 لا احب اني اقول الان يعني عبر برنامجك المميز. يعني معقوله الى الان له اكثر من 45 يوم والى الان لم يجدوه؟ هل هذا يعقل يا استاذ مفرح؟ هل هذا يعقل؟ انا من عبر برنامجك انا اشد الملك سلمان، ملك الانسانيه وملك الحزم، وناشد ولي العهد محمد بن سلمان، مناشدة عاجلة في النظر في موضوع حفظ هاني وتكثيف البحث عنه. إن شاء وكما أناشد خاصة أميرنا المحبوب الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جيزان وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بالنظر في موضوعنا عاجلا عاجلا عبر برنامجك المميز، وبإذن الله أن صوتنا راح يصل عبر برنامجك ان شاء الله. ان شاء الله محمد، والاتصال الجاي معكم على الوالده نفرح بعوده هاني باذن الله تعالى. الله يحفظ لك الوالده يا رب، ويخليها ويبدل دموعها الفرح. شكرا محمد خرمي، وشكرا لام هاني. يعني دموع ام هاني والله العظيم محزنه وموجعه وغاليه جدا، ولا ودنا تسيل الا في 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 فرح وفي ابتهاج وفي سرور. يعني هذه الدعوات، هذه صوره هاني كانت امامكم وما زالت. ارجع اكرر رقم اخوه الكبير محمد 0537636806، المناشده للمره الالف والالفين والعشره الاف لكل الجهات الامنيه ان تكثف البحث
عن هاني خرمي، وإن شاء الله أنه يعود، ومثل ما عرضنا مشكلة اليوم في حلقة اليوم في أقرب حلقة بإذن الله تعالى أن نعرض لكم خبر العثور عليه وهو سالم غانم معافى. الله يعيد الأحضان والدته ويصبرها ويربط على قلبها ويفرحها بعودة هاني بإذن الله تعالى. أتمنى أن يعني يكثف البحث عن هاني وأن نجد الطريق إلى هاني ونفرح بعودته جميعا بإذن الله تعالى. أخبارنا مستمرة معكم ولكن بعد هذا الفاصل.